اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجنا نقطه تحول. اقتصادنا المصري بعد ثوره 25 يناير الى اين؟ وضعنا الاقتصادي ماذا حدث في هذا الوضع الاقتصادي؟ هل تاثر الاقتصاد المصري القومي بعد هذه الثوره؟ والى اي مدى وصل هذا التاثر؟ النهارده حديثنا اعزائي المشاهدين عن حصاد عام كامل بعد ثوره 25 يناير وما حدث في الاقتصاد المصري. بيسعدنا اعزائي المشاهدين ان نلتقي اليوم بالخبير الاقتصادي الدولي دكتور فخري الفقي، استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره ومساعد مدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي سابقا، وهذا اللقاء مع سيادته. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. بدايه نبدا قبل ان نتعرف على هذا الحصاد، حصاد سنه كامله بعد ثوره 25 يناير، ماذا كان الوضع الاقتصادي المصري قبل الثوره؟ هل كان وضع مستقر أم كان فيه نوع من التستر على أشياء كثيرة لم نكن نعلمها؟ هو عايزين نفصل ما بين حاجتين. الحاجة الأولى وهي أنه دعائم الاقتصاد المصري دعائم قوية، بمعنى أنه اقتصاد منذ فترات طويلة، وتقوم الحكومات المتعاقبة سواء كانت في ظل نظام عبد الناصر او في ظل السادات او في ظل الرئيس السابق حسني مبارك، انه كانت هناك محاولات من ابناء مصر لان تبني هذا الاقتصاد وتجعل قاعدة هذا الاقتصاد قاعدة عريضة متنوعة مصادر الدخل. وبالفعل كان الاقتصاد وما زال الاقتصاد المصري دعائمه قوية، بمعنى آخر أن هناك قطاعات قوية كقطاع الصناعات الاستخراجية والتحويلية، هناك أيضا قطاع الزراعة وإن كان يحتاج إلى مزيد من الجهد، إلى جانب قطاع الخدمات. قطاع الخدمات سواء كان خدمات السياحة بالذات قطاع واعد، ولو أنه مصر لم تستغل يعني في حدود 10% من الطاقة الكامنة في الاقتصاد المصري، الطاقة السياحية. يعني مصر تستحق أن تكون دولة تقدم خدمات سياحية شأنها شأن تركيا اللي وصل فيها عدد السياح 30 مليون سائح. احنا وصلنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير إلى ما يقرب من 13 مليون سائح. يعني الطريق أمامنا كبير لأن مصر تملك طاقات كامنة في مجال السياحة، إلى جانب مجالات أخرى خدمية زي خدمات النقل. يعني قناة السويس تقدم خدمات النقل للشاحنات والعابرات في قناة السويس، وبالتالي ممكن أن نوسع خدمة النقل ونجعل منطقة قناة السويس تكون أكثر يعني جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتكون قاعدة صناعية ضخمة جدا، وتقديم خدمات الترانزيت أكثر مما نقدمه. هناك خدمات متنوعة في الاقتصاد المصري، ما زال بخير بمعنى آخر، قواعده متينة. ولكن ما طبعا أي ثورة، هل هذا يحسب للنظام السابق حضرتك؟ لا، النظام السابق في هذه الحالة أكون واضح ولا أنافق في هذه الحالة، بنقول في هذه أنه أبناء مصر وبسواعدهم وكانت هناك خطط خمسية، نعم، ولكن النظام السابق انشغل بمسائل أخرى، بمعنى آخر أنه الاقتصاد كان بينمو بمعدلات نمو ضخمة جدا، مش ضخمة بضخامة يعني كبيرة، 7.5%، ده أعلى معدل نمو كان في سنة 2007. لكن مع الأزمة المالية العالمية انخفض معدل النمو من 7.5% إلى 5.3%، وبدأ في تباطؤ في الاقتصاد نتيجة الأزمة المالية العالمية في سنة 2008 و2009 و2010. هنا بنجد أنه انشغل النظام برموزه الرئيسية الموجودة خلف القضبان الآن بجمع الثروات. يعني كان هناك سباق محموم من أجل جمع المليارات، من يكون أكثر عدد ملياردير أكثر من الآخر.
ونسوا الشعب المصري، بمعنى آخر كانت نسبة الفقر تزداد. ليه؟ لأنه النظام منشغل بأشياء أخرى وعم الفساد في هذه الحالة، وبدرجة أنه ثمرة النمو اللي قلنا عليها 7.5% تعتبر معدل ضخم وكبير بالنسبة لما حققه الاقتصاد المصري خلال فترة 20 سنة الأخيرة، وبالتالي في هذه الحالة لم يجني الشعب المصري بكافة شرائحه ثمار هذا النمو. يعني الأصول كانت موجودة في مصر لكن الأموال السائلة كانت تخرج إلى الخارج. نقدر نقول ان في نسبة من هذه الاموال كانت تخرج الى الخارج. وفي هذا السباق المحموم الكل طبعا يحاول ان يراكم الثروات، جزء كبير جدا منها تذهب الى الخارج، وثم يعتمد رجال الاعمال المرتبطين بالنظام ورموز الفساد في هذه الحالة. وجدنا انه بعض رجال الاعمال كانت ترتبط بالنظام ارتباط وثيق ولا تريد ان تفطم من هذا النظام، كانت دائما الطفل الرضيع الذي يرضع من النظام. في هذه الحلقات أمواله كثير منها في الخارج، وتعتمد على أموال الشعب المصري بودائعه في البنوك، تقترب من البنوك لكي تستمر في أداء نشاطها، نشاط الأعمال داخل مصر. ما بقولش، أنا بقول رجال الأعمال القاعدة العريضة فيهم شرفاء بالفعل. يعني أقدر أقول أنه 90% من رجال الأعمال اللي إحنا ما نعرفش أساميهم، إحنا نعرف أسماء رموز اللي هي موجودة خلف القضبان حاليا، نعرفهم لأنهم كانوا كالطفل الرضيع كما قلت، يعني لا يريد أن يفطم من النظام. ولذلك أما الرجال الشرفاء اللي هم 90% من رجال الأعمال، ودي حاجة مشرفة للغاية، لا يعلم الشعب المصري لا يعلم الشعب المصري أسماءهم. وبالتالي في هذه مصريين وأجانب ولا كانوا مصريين؟ مصريين وأجانب، الأجانب اللي هم في هذه الحالة سواء عرب أو غير عرب. ولو أنه كانوا يعانوا معاناة شديدة، لأنه بتفرض عليهم نسبة معينة ما نسميها بالرشاوي وما نسمى عمولات الفساد إلى آخره. يعني النظام لو كان يدرك بأن قاعدة الاقتصاد المصري متينة وقوية وأنه يستطيع أن يحقق ثمار نمو مرتفعة، كان يمكن أن يعني يوزع ثمار النمو على فئات المجتمع المختلفة، وفي هذه الحالة ينهض المجتمع، وبالتالي طالما أن هناك عدالة اجتماعية كان الشعب سوف يؤيد النظام أكثر وأكثر، ولكن بدون توريث في هذه الحالة، لأنه مسألة الشعب المصري لا يورث. ولذلك كان خطأ آخر غير الفساد من النظام السابق هو محاولات وتكريس كل جهوده، ونسي شرائح المجتمع المصري المهمشة والفقيرة، وكرس كل جهوده من أجل عملية التوريث. ولذلك ما قامت به ثورة 25 يناير قامت بالكثير، وأمامها الكثير في أن تحققه. يعني ببساطة جديدة، هو كان أهداف هذه الثورة واحد، عيش اللي هو بالمفهوم اللي هو الخبز، يعني معنى آخر الاقتصاد. اتنين، عايز حرية، يعني عايز ديمقراطية يقدر يعبر بحرية، يعني مش فوضى زي ما احنا بنشوف في بعض الأحيان هنا في مصر، الفوضى البلطجية، قطاع الطرق إلى آخره، ده فوضى. لكن الشباب بتاعنا واعي ومدرك تماما بأنه الحرية معناها الحفاظ على حرية الآخرين بقدر ما لديهم من مساحة حرية. بمعنى آخر أعبر بحرية، يعني الديمقراطية. ثلاثة، عدالة اجتماعية التي كانت غائبة فيما قبل ثورة 25 يناير. كانت العدالة الاجتماعية يعني لم تكن موجودة. انظر إلى العشوائيات التي انتشرت على ربوع مصر، يعني القاهرة مثلا محاطة بأعداد مهولة من العشوائيات، حتى القرى اللي كان بيتغنى بها محمد عبد الوهاب محلاها عشت الفلاح، النهاردة لو محمد النهاردة يعني استيقظ وربنا يعني أعاد له الحياة سبحانه وتعالى، هيجد هيغير رأيه ويغني أغنية أخرى. حتى العشوائيات بدأت، القرى الجميلة في مصر
يعني تلحق بها العشوائيات، وبدأ الفقر ينتشر في القرى أكثر مما كانت عليه. القاهرة التي كانت عامرة بكل شرائح المجتمع وخاصة الطبقة المتوسطة اللي تأكلت تآكل واضح جدا، أين رموز مصر في الأدب زي طه حسين وزي توفيق نريد مزيد من طه حسين، نريد مزيد من توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، نريد مصطفى باشا مشرف في العلوم، أين هؤلاء؟ أين أم كلثوم؟ نريد عديد من الطرب الأصيل، نريد المزيد والمزيد والمزيد. النظام النظام السابق لم يوجد الآلية التي تبحث في تراب مصر عن هؤلاء العلماء، عن هؤلاء الأدباء، وكأنها ضيعة كانت تعطيهم فقط الأموال. يعني ده ربنا أراد، يعني بمعنى آخر أنا أعتقد أنه يعني أنه ربنا أن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد إيه للقيد أن ينكسر. فإذا في هذه الحالة أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب الذي يعني انتشر فيه الفقر وأيضا الجهل، وليست الأمية،